تجيش غير بي ودا مين ودا ودا أرنوب أتليس ما تجيش غير بي ودا مين ودا ودا أرنوب أتليس مش عضية مش عضية مش عضية وراسي في مدينة وكله بسبب عايز اسمع دوجة خلصانة عالم يابا مش خلصانة بس أنا بحس إن في الاندستري هل انتوا متخذيننا على محمل الجد؟ طب هل انتوا مش مقتنعين ان احنا عندنا مشاكل؟ بل بالعكس احنا كبنات لا احنا عندنا مشاكل ضعف اللي انتوا ممكن تمروا بيها. انت مشكلتك ان انت شاب وشقيان والحياه والدنيا والدين لا احنا في تحرش في بس في الحياه كمجمل مش ك في الحياه كمجمل لا في حاجات كتير قوي البنات بتمر بيها صعبه في مصر بالذات الموضوع مش سهل خالص 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 خالص. زي ما تيجي دي علشان الراب فيه مساحة كبيرة قوي تخليني أعبر عن نفسي براحتي وعشان يعني الموضوع حر فيه حريه فيه حريه ما في الكلمات بتاعه الراب في فريدم اوفرول اكيد بيتضايقوا احنا بنتشتم كتير قوي بنتشتم زياده عن اللزوم طريقه لنا كتير قوي نفسي يعني نفسي الحته دي تتغير عشان مش هتكلم عن نفسي بس في بنات كتير قوي بتبقى معانا نفسيا مش بتبقى متظبطه بسبب اللي هو هم ليه بيشتموني هم ليه بيتمسخروا او فاهم فدي بتجذف نفسيات بنات كتير قوي زي ما بقول في الالبوم كله ورا الكواليس محدش يعرف ايه اللي بيحصل في الكواليس الموضوع مش اسهل حاجه كان من ناحيه اهلنا ان هم يقبلوا ان احنا مثلا نبقى في حريه ما كوطن عربي او كمجتمع شرقي